بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج كورة البلد. في هذه الحلقة، إلى محب الساحرة المستديرة في كل مكان، أنتم على موعد مع كرة البلد، برنامج رياضي يهتم بكل القضايا الرياضية، نتائج وإحصائيات لكل الدوريات، تقارير رياضية ومداخلات هاتفية وأخبار حصرية، ضيوف كبار للتحليل لكل المسابقات الرياضية، كرة البلد في كل بيت في البلد. أولى فقرات هذا البرنامج فقرة الأخبار. أولى الأخبار معانا النهاردة، رسميا اتحاد الكورة يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك 24 فبراير بالإمارات. أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى نظيره الإماراتي بإقامة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك والمحدد لها يوم 24 فبراير القادم بالإمارات على استاد محمد بن زايد، وتأتي المباراة بعد 4 أيام من إقامة السوبر المصري يوم 20 فبراير من نفس الشهر. جهاد جريشة تعليقا على القائمة الدولية ملتزم الصمت وردي سيكون قاسيا. وجه الحكم الدولي جهاد جريشة رسالة غير مباشرة للجنة الحكام الرئيسية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، سيكون ردي قاسيا بعد وضع القائمة الدولية للحكام التي أعلنها مؤخرا ووضعه في المرتبة الثالثة خلف الثنائي إبراهيم نور الدين وأمين عمر، ويأتي جهاد جريشة في المركز الثالث، ثم محمود البنا وأحمد الغندور ومحمد عادل ومحمد معروف. الإعلاميين يتعاقد مع ثنائي المريخ البورسعيدي. تعاقد مجلس إدارة النادي الإعلاميين مع الثنائي البورسعيدي مهدي صبحي ومحمد محسن لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية قبل انطلاق مباريات القسم الثاني الأحد القادم. والترسانة يتعاقد مع مهاجم بتروجيت والنصر الأسبق. تعاقد مجلس إدارة الترسانة مع محمد حسن ميدو مهاجم بتروجيت لمدة عام ونصف لتدعيم هجوم الفريق، ويحتل الترسانة المركز العاشر برصيد 9 نقاط. جمال الغندور بداية الحكام مع الفار مباشرة للغاية. أعرب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم سعادته عن بداية الحكام في التدريب على تقنية الفيديو اللي هو الفار، وواصفا مباشرة للغاية، وأوضح تم تدريب الحكام 3 حكام، حكم المباراة وحكم فار وحكم فار مساعد، قدموا مردودا جيدا خلال التدريب على أن يبدأ تطبيق الفار بداية من الدور الثاني. أسوان اللي عايز الصباحي يشتريه ويعيره لنا لنهاية الموسم، أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على الفريق أن نادي أسوان لن يتنازل عن خدمات لاعبه محمد الصباحي حتى يضمن أسوان البقاء في الدوري. وقال الشرط الوحيد للتنازل عن صانع الألعاب هو المقابل المادي مفيد للنادي لا يقل عن 10 مليون جنيه وموافقة الفريق الذي سيتعاقد مع اللاعب على إعارته لأسوان حتى نهاية الموسم. وقد طلبت إدارة النادي من محمد الصباحي أيضا هناك عروض من الجونة وإنبي وسموحة، وعقد الصباحي مع أسوان يمتد إلى عام 2024. وكانت أنباء قد ترددت عن توقيع الصباحي على عقود انتقاله للنادي الأهلي خلال الأيام الماضية، وأيضا على مسؤوليتي ومسؤولية برنامج كورة البلد، على مسؤوليتي أن بالفعل محمد الصباحي وقع على عقود انضمام للنادي الأهلي في بيت السيد عبد الحفيظ. 7 مباريات الدوري المصري اليوم، الجونة والزمالك تقام في 5 مساء، حكم المباراة أمين عمر،
وحتى الآن نتيجة المباراة تقدم الزمالك على الجونة بهدف أحرزه اللاعب شيكابالا في الدقيقة 15 من الشوط الأول. 2-0 بالفعل، كنترول بيبلغنا النتيجة أصبحت 2-0 لنادي الزمالك. الأهلي وطنطا الساعة 7:30 باستاد القاهرة، حكم المباراة محمود عاشور، ومساعد أول تحسين أبو السادات، ومساعد تاني أيمن العقاد، والحكم الرابع محمد طارق. السماح بدخول 1000 مشجع في مباراة منتخب مصر للكرة النسائية مع المغرب، أكدت الدكتورة صحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الفريق، أن موافقة الجهات الأمنية بالسماح بدخول 1000 مشجع لمباراة منتخب مصر للكرة النسائية مع المغرب يوم الجمعة القادم على استاد بتروسبورت في ذهاب الدور الأول من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. أخبار سريعة: ماهر العشري مهاجم حرس الحدود والزرقاء والمنصورة ينضم لنادي الألمونيوم، ويوسف علاء صانع ألعاب الأهلي وسموحة إعارة 6 شهور لجمهورية شبين، عبد الرحمن شحاتة لاعب أبو شحاتة ينتقل إلى رأس البر لموسم ونصف، عبد العزيز إبراهيم مهاجم مالية كفر الزيات ينتقل إلى صفوف بلدية المحلة. رسميا إقامة دور الترقي للقسم الثالث للصعود إلى دور المحترفين أول إبريل. نادر السيد لاعب المنصورة ومحمود الهلباوي لاعب شبان بدواي ينضمان إلى صفوف نادي بن عبيد. محمد شعبان وعمر عصام لاعب الأمير إعارة إلى نادي شبان بدواي. اليوم في قمة الثالثة في سمنود منتخبات القسم الثالث في مباراة النجوم للعام الثاني على التوالي برعاية موقع عيش كورة للزميل محمد مصطفى وسارة سالم. باتريك أدو لاعب غزل المحلة ينضم إلى صفوف ديكرنس. أكسم سمير لاعب وسط الرجاء ينتقل لصفوف بلدية المحلة. نبيل محمود رمبو الكرة المصرية مديرا فنيا للرجاء المطروحي. نور ميكي لاعب ديكرنس السابق ينضم إلى صفوف ميجا سبورت. إصابة محمد طه مدافع شربين بجرح أعلى الحاجب في مباراة الأمير استدعى تدخل جراحي ب6 غرز. اتحاد الشرطة يتعاقد مع مصطفى جعفر وبغدادي لتدعيم خط الهجوم. محمد صلاح بنوي لاعب بنها ينتقل إلى ميت خلف. إسلام الفار لاعب الأولمبي ينتقل إلى صفوف غزل المحلة. محمد عرفة ينضم إلى نادي التأمين. نادي الشرقية يقرر عدم بيع تريكة للترسانة وعدم استكمال قيده بالترسانة نظرا لوجود عرض أفضل من أندية أخرى. يذكر أن نادي الترسانة قد تعاقد مع اللاعب بمقابل 285,000 جنيه. أعزائي المشاهدين الكرام، فاصل ونشاهد تقرير مباراة تيار بنجم مع غزل شبين للزميل أحمد عبد الجواد، وتقرير مباراة دمياط وميت الخولي للزميل أحمد مجاهد، ثم نلتقي مع ضيفنا في هذه الحلقة للتحليل على مباريات القسم الثاني والثالث، ونعود سريعا بكم مرة ثانية. سقى الله الله الله، وهذا الخبر العاجل، محمد السقا يسجل الهدف الاول على الكرة. سكر زيادة كالعادة يعدي، ولكن مي احمد الله، مش ممكن، الكرة عرضية لم تكن اجمل هدف. علي يسار قاسم 3-2، الله 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 الله، قاسم صبري قاسم. والله شفتها بتلاتة بونت الحمد لله رب العالمين، واحنا خدنا 3 بونت والحمد لله. 3 ماتش ليا 9 بونت، 3 فوز على التوالي. ماتش طبعا السمانه كنت ماسكه قبل بيومين، ما كنتش عارف اسامي اللعيبه حتى، بعتبره 3 ماتش ليا ب9 بونت الحمد لله رب العالمين.
الماتش عندي بالنسبه لي هو مكسب وخساره، في طبعا اخطاء وفي رعونه وفي مشاكل عندي بحاول احلها، وهو الراجل مش مقصر، مكافاه بناخدها في اوضه اللبس، ده ثالث ماتش على التوالي ناخد مكافاه في اوضه اللبس، وارجو ان الفتره الجايه الجمهور يبقى فرحان للفوز. اي نعم، يعني الاداء مش المطلوب قوي من اللعيبه والكلام ده كله، بس طبعا النهارده كسبنا دخول لعيبه جديده جت لنا في يناير، عندنا السقه لعيب كويس، فاروق كويس جدا، ظهر النهارده مستوى كويس، طبعا عطيه البلقاسي راجل برده معروف ودخل في وسط الناس النهارده، فيعني ان شاء الله باذن الله الفرقه جايه. الاداء مش هو، الناس زعلانه من الاداء والكلام ده كله، بس احنا في مرحله اهم حاجه عندنا 3 بونت، دول اللي احنا بندور عليهم، ودول هدف دمياط في ان هو يطلع من الـ من الـ من المشاكل اللي هو فيها في الجدول للمركز ثاني ولا حاجه، ربنا يكرم ان شاء الله، وباذن الله الموسم الجاي بقى نفكر بقى ان احنا نشتغل على الفرقه من بدري، وربنا يكرم ان شاء الله. يعني بالنسبه للاصابات وبالنسبه للكلام ده، مع الحمد لله رب العالمين، يعني كان في اصابات قبل كده كتير جدا، دلوقتي يعني يعتبر الاصابات كلها ما فيش حاجه. الله يبارك فيك، الحمد لله اول على الفوز، الحمد لله 3 بونت كويسين، الحمد لله ابتدينا نحط رجلينا بس الاول كده على الطريق كده ان شاء الله، ومكسب بيجيب مكسب كده ان شاء الله، 3 مكسب ورا بعض كده، فربنا كده يسهلها وتكمل معانا على خير ان شاء الله. في عندكم اصابات؟ عندنا غيابات كتير، عندنا غيابات وعندنا اصابات وعندنا مشاكل، عندنا حاجات كتير، بس الحمد لله ربنا يعني ده خير، الفرقه كلها عندنا زي بعضها، كله زي، مفيش فرق بين اساسي وما عندناش اساسي وما عندناش احتياطي، كله زي بعضه، اللي بره زي اللي جوه، يمكن اللي بره افضل كمان واحسن من اللي جوه. حراس المرمى انا جيت لقيت في حراس مرمى كويسين، كملت انا مسيره الكابتن محمد رمضان كان قبلي، مسكت منه، والراجل موجود معانا مدير الجهاز دلوقتي، كملت مع الحراس، لقيت حراس عاليين جدا 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 الحمد لله، حراس يعني مجلس اداره موفر لي 3 حراس يلعبوا كمان في درجه اعلى من كده، حراس عاليين، وبلاقي صعوبه في ان انا اوقف مين فيهم، بس شبره الفتره اللي فاتت شايل وماشي كويس، عند الحضري عند احمد 3 حراس يروحوا في حته تانية خالص، ربنا يكرمهم ان شاء الله ويكرمنا السنه دي ونفضل ان شاء الله في الدرجه دي باذن رب العالمين. كابتن شكرا كابتن شريف، شكرا كابتن، شكرا ان شاء الله في اللي جاي، وانا يمكن انت كلمت معايا قبل كده يا احمد وقلت لك احنا بنادي كويس والحمد لله رب العالمين، ربنا هيدينا ان شاء الله، والحمد لله ربنا كفانا النهارده باداء كويس ونتيجه كويسه، وان شاء الله اللي احسن باذن الله تعالى. الله يكرمك يا زحمه، متشكرين جدا، متشكرين. كابتن احمد شوقي، كابتن تيم نادي ديار بنجم، مبروك اول فوز النهارده، وبتقول لفريقك الحمد لله. كابتن برحب بك الاول يا كابتن، وبرحب بالناس المحترمه، جمهور ديار المحترمه اللي جه النهارده. والله يا كابتن احنا الحمد لله من اول السنه يعني كل الماتشات بنلعب نفس الاسلوب، بنلعب كوره ما بنخافش، بنلعب كوره، بس هو ربنا مش رايد ومأخرها لنا، ان احنا ان شاء الله بامر الله الدور الثاني لازم ان شاء الله نبقى رجاله ونكمل باذن الله، واحنا هنبقى في حته ثانيه خالص. الناس بتشوف ديار بالاخير الاخير، بس والله ظروف بعيد عن اللعيبه، بعيد عن الجهاز الفني. من داخل ملعب المباراه كان معكم مصطفى احمد واحمد عبد الجواد. أعزائي المشاهدين الكرام، رجعنا لكم مرة تانية ومعانا ضيف من العيار الثقيل، صالة وجالة في الساحرة المستديرة، زمن الفن الجميل، زمن الرياضة الجميلة، لعب لأندية عديدة، لعب لغزل المحلة والزمالك وحرس الحدود، وانضم لمنتخب مصر وحقق بطولات عديدة مع غزل المحلة والزمالك ومنتخب مصر، اعتزل الكرة مبكرا ثم اتجه للتدريب فحقق إنجازات عديدة، يلقب بملك الصعود. نجمنا ونجمكم النهاردة معانا الكابتن عبد اللطيف الدماني، نجم الزمالك ومنتخب مصر والمدير الفني حاليا لنادي الزرق. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك كابتن محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر حضرتك طبعا على البداية الجميلة دي، طبعا المقدمة الجميلة، وبتمنى لك التوفيق طبعا في اولى حلقات البرنامج، طبعا كنت موفق قبل كده، وان شاء الله مزيد من التالق الفتره الجايه ان شاء الله. حضرتك يعني مسكت انديه كتيره، انت قول لنا كده على بداياتك اولا في كره القدم عشان الساده المشاهدين يتمتعوا معانا بهذه الحلقه من كره البلد في اولى حلقاته النهارده، عاوزين يعرف بدايات الكابتن عبد اللطيف الدومان. يعني بدايتي زي ناشئ طبعا بحب كرة القدم، رحت طبعا
كنت امل كان في التوقيت ده كان غزل المحله نادي وما زال اسم كبير طبعا في كره القدم، وكان حلم اي لاعب او اي ناشئ او اي طفل يكون في نادي غزل المحله، والحمد لله يعني اتحقق حلم حياتي ورحت نادي غزل المحله وتدرجت في فرق الناشئين، وكنت في مدرسه الكوره وما قدرش طبعا اول مدرب طبعا كان موجود وانا هناك كان الكابتن نبيل خروب، طبعا ربنا يديله الصحه طبعا وطول العمر، كان اول مدرب شافني وشاف موهبتنا، والحمد لله يعني الراجل كان مهتم جدا بيا وانا صغير، تدرجت في كل قطع فرق الناشئين، تدرجت طبعا مع كل عمالقه التدريب في غزل المحله، مش عايز انسى حد طبعا، لغايه ما وصلت الفريق الاول عندي 17 سنه، كان كابتن شيخ غريب مدير فني في التوقيت ده ومدرب عام مع الالماني بيتر شتوب. تمام. ففي التوقيت ده الحمد لله كانت بدايتي يمكن وانا صغير شويه بطوله عربيه في تونس، كانت دي اول بطوله لنا رسميه وحققنا مركز ثالث، وكانت حاجه تحسب لنا وتحسب للجهاز والجمهور ومجلس الاداره. بعدها بموسمين انتقلت لنادي الزمالك، والحمد لله لعبت 4 مواسم حققت 8 بطولات. بعدها رحت حرس الحدود نص موسم جبت 10 اهداف في التوقيت ده. بعدها رجعت تاني المحله وكان اخر موسم 2002 2003، وحققنا مركز رابع ولعبنا بطوله عربيه في التوقيت ده. فالحمد لله يعني يمكن انا الوحيد اللي في غزل المحله لعبت بطولتين عربيه 1995 و2004 الحمد لله. بعدها اعتزلت بقى الاصابه اللي جات لي طبعا نصيب وقدر، بعدها بقى انطلقنا في موضوع التدريب الحمد لله. طيب يا كابتن دوماني، يعني ايه البطوله اللي انت حققتها ويعني حاسس ان انت يعني اديت فيها مباريات كويسه جدا ودايما الذاكره في بالك على طول بهذه البطوله؟ هو طبعا في يعني رقم واحد المركز الثالث لغزل المحله، دي كنت لسه عندي 17 سنه وكانت اول مره في حياتي العب فريق اول، وكانت في تونس وحققنا بطوله وخدنا الميداليه البرونزيه، فطبعا حاجه تحسب لنا وللجهاز، وكانت دي اول بطوله وكانت اول فرحه زي ما بيقولوا لنا، يعني من ضمن الحاجات اللي ما تتنسيش. غزل المحله نادي كبير وكيان كبير، البطولتين برضو في نادي الزمالك من ضمن 8 بطولات اخدتهم لهم معزه عندي، يعني رقم واحد بطوله كاس مصر سنه 98 مع الكابتن ابو رجيله طبعا، يمكن اول مره بقى يمكن احرز بطوله في حياتي، فطبعا عمرها ما تتنسي ابدا بطوله كاس مصر، وبطوله افريقيا ابطال الكؤوس كان ربنا وفاني برضو احرز هدف في النهائي، فيمكن دول بطولتين خدت دوري برضو وخدت سوبر، ولكن البطولتين دول تحديدا زي ما حضرتك اشرت بالسؤال لهم معزه عندي ومش يعني من الصعب نسيانهم. يعني انت حضرتك مشهور بملك الصعود، صعدت بفريق غزل المحله للدوري الممتاز، وصعدت بفريق حرس الحدود للدوري الممتاز، صعدت بانديه القسم الثالث للممتاز به، منها يعني على سبيل المثال وليس الحصر فريق سمنود، وبعد كده دمياط وبيلة وبن عبيد، ويعني حققت إنجازات عديدة في الدرجة الثالثة وصعدت بكل الفرق اللي مسكتها للممتاز به. إنها السنة دي كان لك تجربة في بداية السنة مع فريق الزرقاء، عملت فرقة نبرو. كويسة جدا فرقة نبرو في بداية العام، كان لك تجربة في نادي نبرو وعملت فرقة كويسة جدا، إيه أسباب رحيلك عن نبرو؟ لا يمكن انا من طبيعتي ما بمشي من النادي ما بتكلمش، لا بهاجم حد ولا بدافع عن نفسي، ولكن انا يعني ما على فكره انا ماشي وانا فرق بيني وبين الاول 3 بونت، لعبت 12 مباراه في الدوري و4 في كاس مصر 16 مباراه بدون خساره، خد بالك من الارقام دي مهمه جدا، يعني الحمد لله اقوى خط هجوم اقوى خط دفاع، كان 4 اهداف او 5 اهداف منهم 3 ضربات ثابته منهم ضربتين جزاء، الحمد لله بشهاده الجميع بشهاده كل الناس اللي متابعه الفريق ان افضل فرقه اتعملت لنادي نابورو في اخر 4 او 5 مواسم، افضل فرق مع احترام لجميع الفرق في المجموعه يعني بشهاده كل الناس يعني، والنتائج بتقول كده، ولكن مش عايز اخد في حاجه. انا طبعا لازم اشكر مجلس اداره نادي نابورو المحترم طبعا كله بقياده طبعا الاعلام المحترم الاستاذ احمد المسيري ونائب رئيس النادي والمشرف عام على الفريق الحاج احمد ابو ضحى، ولازم اقف عنده شويه لانه راجل على المستوى الشخصي اخ كبير جدا لنا، مساند فضل مساند ليا من اول يوم لاخر يوم، راجل مكسب لاي شخص سواء على المستوى الشخصي او المستوى العملي، راجل بيحب النادي جدا، راجل مخلص للنادي جدا، راجل هادي جدا، راجل طموح، راجل شبعان، راجل بالامانه انا مش بجامله او بدافع عنه عشان انا موجود، انا لازم اديله حقه لان انا شفت منه ما شفتوش في طول حياتي مع ناس مشرفين كتيره جدا او في انديه كبيره، فله كل منه كل حب واحترام ولازم اديله حقه، لان انا شفت منه الجهاز كله واللعيبه
كل الفتره اللي انا فيها من اول يوم لاخر يوم يعني كان مساند بطريقه قويه جدا، وكان مع الاستقرار وكان مع الهدوء، ولكن ديت سنه الحياه طبعا. انا يمكن عايز اقول حاجه، سبب رحيلي مش هخوض في حاجات صبيانيه يعني كانت بتتعمل، مش هخوض فيها، مش هتكلم على حد، خلاص الموضوع خلص بالنسبه لي. ولكن انا بالنسبه لي انا بتكلم على الفتره اللي انا كنت فيها من اول يوم لاخر يوم، ماليش علاقه بعد كده. الفتره من اول يوم لاخر يوم كنت موجود فيه الحقيقه يعني، ولازم اعترف ان اللعيبه وجهه نظر يعني، ربنا يوفقهم ويصعدهم ويبقوا كويسين بعد كده، لكن اللعيبه ما كانوش على قد المستوى الطموح اللي انا بتعب عشانه او بجتهد عشانه. الروح القتاليه ما كانتش موجوده زي ما انا متصور. ما بقولش برضو ربنا يوفقهم ويصعدهم، انا بتكلم من عشان بس المرتبه واضحه. ما حسيتش ان اللعيبه بتقاتل او اللعيبه بتتعب زي ما احنا بنتعب كجهاز او كمجلس اداره او كجمهور. فحسيت ان ما وقعدنا معاهم كتير، مره ومرات كتيره جدا جدا. اتمنى يكون كلامي يوصل لهم ويتحسنهم، لكن انا مشيت لان انا حسيت ان انا خلاص مش هقدر اضيف حاجه، واللعيبه وطموح اللعيبه والروح القتاليه بتاع اللعيبه وقفت عند حد معين، وده ما يناسبنيش يعني. كابتن دوماني، ندخل بقى على يعني تقييم وتحليل القسم الثاني، يعني في نبدا كده بمجموعه الصعيد، المجموعه الاولى. يعني احنا مش هنقول نتائج لان النتائج ده احنا يعني اتكلمنا فيها اكتر من مره. هنتكلم مع بعض على ترتيب المجموعه وفرص الصعود في المجموعه، وايضا هنشوف على الشاشه برضك ترتيب المجموعه الاولى اللي هي مجموعه الصعيد. حضرت البنك الاهلي في المركز الاول 24 نقطه، بعد كده بني سويف 23 نقطه، الالومنيوم 22، شباب قنا 19، بعد كده تليفونات بني سويف والمنيا والاعلاميين وبترول اسيوط والفيوم وسوهاج وديروت وطاطا في المركز الاخير. احنا عارفين فرقه البنك الاهلي فرقه يعني فرقه استثمار، فرقه البنك الاهلي يعني. هنطلع للاسف فاصل سريع ونرجع مره ثانيه لفقرات برنامج كوره البلد. أعزائي المشاهدين الكرام، رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ومعانا ضيفنا العزيز علينا كابتن عبد اللطيف الدوماني، نجم الزمالك ومنتخب مصر. كابتن دوماني، الأهداف دي بتفكرك بإيه؟ طبعا أحلى حاجة، الذكريات جميلة جدا وبتفكرني بأفضل فترات حياة الواحد هي وهو بيلعب كورة طبعا. والحمد لله حققنا مسيرة، الحمد لله يعني الواحد راضي عن الفترة اللي لعبنا فيها، وكلها بتبقى ذكريات جميله طبعا، خاصه لما اكون مهاجم وبتعرض له اهداف يعني. طيب ندخل بقى للمجموعه الاولى، مجموعه الصعيد. الكابتن عيد مرازيق المدير الفني لفريق البنك الاهلي محقق طفره هائله بصعوده في المركز الاول من اول الموسم حتى الان. رؤيتك الفنيه للمجموعه الاولى اللي هي مجموعه الصعيد؟ انا اشوف، انا لو ندي كل واحد حقه يعني، انا لو ثلاث مجموعات بتقيم مين افضل مدير فني هختار الكابتن عيد مرازيق. تمام. لانه راجل شغال وراجل طالع من الدرجه الثالثه للممتاز به، راجل في مجموعه قويه جدا فيها انديه عريقه. لو قلنا مباراه مكسب او مباراتين يبقى مثلا صدفه او باي لك، لكن راجل 11 مباراه وتصدر المجموعه بجداره. بس يعني البنك الاهلي واقفين في ظهره بكل الامكانيات في سبيل ان هو يحقق الصعود هذا الموسم. كابتن، الفلوس مش كل حاجه يعني. ممكن بيبقى في انديه عريقه جدا ومعاها فلوس وامكانيات الماديه كبيره جدا، ولكن ممكن مدرب او لعيبه او اختيارات لعيبه او تركيبه لعيبه. لكن انا بحييه لانه هو راجل جاي من الدرجه الثالثه لغايه دلوقتي هو متصدر، فطبعا نرفع له القبعه وبنتمنى التوفيق طبعا. ولكن ده مش معناه صعد يعني، انا في انديه عريقه لا طبعا. لا، في منافسه شرسه جدا في هذه المجموعه يعني، شايفين البنك الاهلي 24، بني سويف 23، الالومنيوم 22. مطارده ثلاثيه من ثلاث فرق كبار جدا بثلاثه مديرين فنيين على اعلى مستوى. انا شايف ان البطوله لم تحسم، وممكن بالطريقه دي تفضل لاخر مباراه، وصاحب الخبره والكفاءه هو اللي يقدر يحسمها في الاخر.
ولكن المجموعه دي قويه يعني، يعني من ضمن المجموعه اللي يمكن اربع فرق او خمس فرق متشابكه في الصداره مجموعه الصعيد. فيعني انا شايف صاحب النفس الطويل وصاحب الخبرات هيكون له ان شاء الله نصيب في الصعود. يا ريت كده مارينا رئيس التحرير البرنامج تعرض لنا الجداول كده في المجموعه الثانيه، مجموعه القاهره. ومعانا النهارده مخرجنا الرائع الاستاذ وليد عماره، مخرج الروائع موجود معانا النهارده في هذه الحلقه بنحييه. وفريق سيراميكا كليوباترا في المركز الاول برصيد 27 نقطه، كابتن دوماني يليه الداخليه 19، يعني فرق 8 نقاط. هل سيراميكا كليوباترا حجز مكانه في الدوري الممتاز؟ طبعا حسابيا لسه بدري خالص. وبتتكلم في فرق ماتشين ولسه بدري، بس اللي يشوف الداخليه يقول فرق 8 بونت من بعيد، ولكن لما تشوف الداخليه مع كابتن هشام زكريا اخر خمس مباريات او ست مباريات واخد منهم مثلا بتاع 12 بونت، تمام. فبالتالي هو جاي منطلق في فرق ما يكون كان فوق ونزل، وفرق ما يكون فرق منطلقه، فعنده الانطلاقه. فبالتالي وجهه نظر يعني ان هم يمكن على فكره اول مباراه من سيراميكا والداخليه الاسبوع اللي جاي، فاعتقد بنسبه كبيره جدا جدا سيراميكا اذا قدر ان هو يحسم اللقاء فاعتقد ان هو قرب بشكل كبير جدا، يعني تعادل او خساره لسيراميكا هيفضل التنافس مستمر لاخر لحظه. يعني سيراميكا كليوباترا في المجموعه الثانيه وقريب جدا من الصعود لو مشى بنفس يعني دي مهمة بنفس المجهود ونفس الدور الاولاني، هيبدا الدور الثاني ان شاء الله بدايه من يوم الاحد القادم، المجموعه الاولى لمجموعه الصعيد، يوم الاثنين المجموعه الثانيه مجموعه القاهره، ويوم الثلاث المجموعه الثالثه مجموعه بحر. ان شاء الله هيبدا انطلاق الدور الثاني للقسم التالي. ندخل على المجموعه بحر اللي هي المجموعه القويه جدا، مجموعه بحري واسكندريه. يعني راي حضرتك في نفسي يعني نسب الصعود للفرق اللي موجوده، فريق فاركو في المركز الاول 23 نقطه، غزل المحله 21، ودمنهور 18. طبعا انا بتمنى صعود غزل المحله عشان انت محلاوي. طبعا يعني اول ما بدات في المحله فانت يعني لا طبعا دايما ميال للمحله. لا اكيد يعني فاركو فريق امكانيات شركه، انا بتمنى، لكن طبعا يعني انا بتمنى وان شاء الله المحله يفضل ومتوقع نفضل في المنافسه لاخر لحظه، لكن فريق فاركو في ميزه كبيره قوي. الدكتور احمد عاشور على فكره فنيا من المدربين، لو بصيت للاهداف اللي دخلت في فاركو شايفين مجموعه بحر على الهواء اهوت بيعرض لنا على الشاشه في رقم هنا لازم تاخد بالك عنده اللي هو خط دفاع نادي فاركو، تمام بتتكلم في 3 اهداف من 11 جون، ده معناه طبعا خط دفاع قوي جدا، حراسه مرمى قوي جدا، راجل عنده صبر على فرقته، صبر على المنافس، فهو المتصدر ودخل في 3 اهداف، ده معناه ان هو اللي بيبقى خط دفاع قوي اللي بيدافع كويس بيبقى له اللي هو ممكن يحالفه التوفيق. فلازم نقف عند الدكتور احمد، وطبعا لازم كله تحيه وتقدير منه ان هو راجل بيلعب على الهدف، ما بيفتحش، عارف قدرات لعيبته، عارف ان هو ممكن الجون يجي في كره ثابته او في الدقيقه 90، فبالتالي 3 اهداف دي برضه لازم نقف عندها ان هو راجل بيامن اكتر من اللازم، وبيبقى عارف ان الجون ممكن يكسب في اي وقت، واذا ما كسبش ما يخسرش. معانا على التليفون كابتن عزيز عليك كابتن دوماني، كابتن ياسر الكناني المدير الفني لنادي الالومنيوم، افضل مدير فني في مجموعه الصعيد حسب المواقع ما اختارت. اهلا بيك يا كابتن ياسر. اهلا بيك يا استاذ محمد، خالص تحياتي ليك، وسعيد ان انا اكون متواجد معاك، خالص التحيه لهداف مصر الكابتن دوماني، سعيد ان انا اكون متواجد معاكم. بصراحه يعني كلام جميل ومن كابتن دوماني وتحليل اكتر من رائع، واتمنى لكم التوفيق دايما، والمره الاخيره سعيد ان انا اكون متواجد معاكم، شرف ليا كبير ان اكون معاكم. الله يخليك يا كابتن ياسر. يا كابتن ياسر الكناني المدير الفني السابق لنادي المنصوره وابن من ابناء المنصوره الاوفياء، يعني عامل طفره هائله في نادي الالومنيوم هذا الموسم، منافسه شرسه جدا بين الثلاثي البنك الاهلي وبني سويف والالومنيوم على صداره المجموعه، وتم اختياره افضل مدير فني في مجموعه الصعيد. النهارده رساله بتوجهها لجمهور الالومنيوم وتقول له يا كابتن ياسر.
يعني طبعا في البدايه سعيد زي ما قلت سعيد ان انا اكون متواجد معاكم. تاني حاجه توضيح بسيط بالنسبه لاختيار كافضل مدير فني في مجموعه الصعيد، ما فيش واحد لوحده طبعا تمام كويس، لازم يكون معاه منظومه كامله. بشكر الجهاز الفني اللي بيبذل مجهود كبير، والجائزه دي بهديها لعيبه الالومنيوم، بقول لهم ما فيش اي مدرب بيبقى كويس غير لما يكون معاه اسلحه كويسه. انتم جائزه ليكم، انتم اصحاب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. وبقول لهم ان احنا الدور الاول ما عملناش حاجه. المكسب الحقيقي او البطل الحقيقي بيظهر في المواقف الصعبه للنهايه، لان العبره بالخواتيم او النهايه هي اللي بتحدد البطل. تملي باستمرار كل ما ربنا يدينا، لازم نحمد ربنا، حمد ربنا انك انت بتتمرن اكتر، بتحترم كل الفرق اكتر، بتبذل مجهود اكتر. بفضل الله سبحانه وتعالى انا اللي يعني اكتر حاجه بتسعدني ان انا بشتغل طبعا مع اداره محترمه، وجماهير الالومنيوم جماهير وفيه جدا جدا. والحاجه كويسه برضو الاداء، انا مطمن بفضل الله سبحانه وتعالى ان الاداء كويس هو اللي بيوصل للنتائج. عندي الاداء كويس بفضل الله سبحانه وتعالى، اللعيبه كويسه وعندنا بدائل كويسه، لنا طريقه لعب كويسه بنشتغل بيها، بنحترم كل فرق المجموعه لان الدوري صعب جدا جدا. ويعني طبعا الكابتن دومان هيبقى عارف ان مجموعه الصعيد بتختلف اختلاف كلي عن مجموعه بحري او القاهره. للملاعب وصعوبه الملاعب ده حاجه، ثاني حاجه بتبقى النواحي القتاليه اكتر من الناحيه الفنيه، لازم تجهز لعيبتك لان يعني بيبقى الحماس والروح في الصعيد اكتر، وليه طريقه لعب الكور العاليه شويه، انك انت تفرض طريقه لعبك على المنافس ده ما يبقاش بسهوله، يبقى بشغل كويس. بقول للعيبه الالومنيوم نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نحط نفسنا في المكان اللي تليق بينا. كل اللي بطالبهم بيه كالعاده ان احنا طيب. كابتن دوماني معاك يا كابتن ياسر، عاوز يعني اوجه لك طبعا تحيه. مرحبا بك كابتن ياسر طبعا، وحبيبي واخويا طبعا كبير طبعا، وبحترمك وبقدرك. وطبعا انت عارف انا دايما بتكلم عليك، وانت انت انت اكبر من اي حد يتكلم عليك طبعا يعني، ولكن الكابتن ياسر على المستوى الشخصي من افضل المدربين في مصر بدون مجامله، راجل والله مش مجامله يعني، انا بقول لك بصراحه وانت عارف رايي فيك يا كابتن. وراجل اللي عمره ما فشل في مكان، وراجل ناجح. وهو قال حاجه هنا لازم نقف عندها، الكابتن ياسر من المدربين اللي بقى له بصمه فنيه في كل فرقه. ممكن مدربين كتير جدا تصعد بفرق ولكن ما تحسش ان هو له بصمه فنيه، لكن الكابتن ياسر من المدربين اللي له حتى بيلعب بالطابع الهجومي عنده بيبقى معروف. اما بتتفرج على فرقه ممكن تعرف هجوميه تعرف ان الكابتن ياسر هو اللي ماسكها. فطبعا اتمنى لك التوفيق طبعا، واتمنى لك الصعود كده مع بقيه الفرق، وان شاء الله من المفترض يعني انا وجهه نظري تبقى في مكان اكبر وافضل من كده ان شاء الله. شكرا يا كابتن ياسر، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا للكابتن ياسر الكناني طبعا. المدير الفني لنادي الالومنيوم اللي حصل على افضل مدير فني في مجموعه الصعيد. كابتن دوماني يعني معانا فاصل، هنتفرج على طريقة جديدة في التشجيع. جمهور بن عبيد حب يحفز لعبته عشان يصعد للممتاز به، هو أول المجموعة التاسعة برصيد 31 نقطة. هنشوف مع بعض كده الطريقة اللي هي الجديدة في التشجيع لمشجعي نادي بن عبيد. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام بعد ما شفنا طريقة جميلة في التشجيع. بنشكر رابطة مشجعي نادي بن عبيد، وبنشكر الموسيقار أحمد ميدو على يعني إهداء هذه الأغنية لجمهور بن عبيد. بنرجع مع الكابتن نجم مصر ونجم نادي الزمالك الكابتن عبد اللطيف الدوماني والمدير الفني حاليا لنادي الزرقاء. بندخل على القسم الثالث المجموعة التاسعة كابتن دوماني. في مطاردة شرسة جدا على قمة المجموعة، فريق بن عبيد في المركز الأول 31 نقطة، شربين في المركز الثاني 30 نقطة، ونادي اتحاد نبرو 29 نقطة في المركز الثالث، ثم بيأتي ميجا سبورت 25 نقطة في المركز الرابع. يعني رأي حضرتك في هذه المجموعة ونسبة يعني نسبة الصعود لكل الفرق اللي موجودة في المجموعة، يعني هتلاقي يعني منافسة شرسة بين ثلاث فرق اللي هي بن عبيد وشربين ونبرو. ضيف لهم برضو ميجا يعني ميجا 25 بونت اعتقد، طبعا القصه ماتشين مش كتير في 14 مباراه او 13 مباراه. على الورق طبعا الثلاث فرق دول من بعيد عن ميجا هم اللي بيتصدرهم المشهد من اول مباراه لغايه نهايه الدور الاول. نتكلم امكانيات بشريه، امكانيات ماديه متوفره في نبرو وبن عبيد. تمام. شربين نتكلم بمتابعه كابتن نبيل بيكافح
لكن الماديات مش زي بني عبيد. طب نستأذن حضرتك معانا حسن ضاحي من اسكندرية مراسلنا في برنامج كرة البلد. أهلا بك يا حسن. أهلا بك، تحياتي زميلي العزيز الإعلام المتألق أستاذ محمد عبد النبي، وبداية قوية لبرنامج كرة البلد في حضور نجم يعني منتخب مصر ونادي الزمالك كابتن عبد اللطيف الدوماني والمدير الفني الواعد لنادي الدرع، ويمكن بيتحمل المسؤولية في يمكن يعني في ظروف يعني نقوله صعبة، ولكن يعني الكابتن عبد اللطيف الدوماني بيتحدى الصعب وبيتحدى المستحيل. وبنرجع لمجموعة اسكندرية والبحيرة لدوري المظالم، يمكن الأسبوع ال 16 هو الأسبوع الأول للدور الثاني، نقدر نقول الأرض بتلعب مع أصحابها في 6 مباريات، سبورتنج بيفوز على ناديكم حمادة بهدفين مقابل لا شيء، وكفر بوليد بيحقق فوز على العبور السكندري بثلاثية نظيفة، وإيتاي البارود بيهزم حوت عيسى بهدفين نظيفين، ونهضة العمرية بيهزم الأباري بهدف نظيف، وكفر الدوار بيهزم بدر بهدفين مقابل هدف، ومية البحيرة النهارده يمكن مباراة انتهت كانت النهارده، مياه البحيرة بيهزم شباب المعمورة بهدفين نظيفين، وتعادل سلبي ما بين الترام واسكندرية للبترول. يمكن المنافسة ما بين نادي مياه البحيرة ونادي سبورتنج، ويمكن زي ما قال الكابتن عبد اللطيف الدوماني الإمكانيات المادية بتصنع الفارق لصالح مياه البحيرة ونادي سبورتنج. على الجانب الآخر 3 مباريات لعبت النهارده في مجموعة مطروح، مطروح يعني في ملعب الساحه في قلب مطروح نادي العاصمه بيهزم المصري بالسلوم بهدف نظيف، والجزيره بيهزم الشرطه المطروح بثلاث اهداف مقابل هدف، والهلال المطروح بيهزم الضبعه بثلاث اهداف مقابل هدف. يمكن المنافسه شرسه في مجموعه مطروح ما بين 5 فرق، وامكانيات ماديه هي يعني الاعلى في ما بين مجموعات دوري المظاليم، وهم نادي الجزيره الهابط من الممتاز ب ونادي الهلال. شكرا يا حسن. شكرا، بنشكر زميلنا حسن ضاحي مراسلنا في اسكندريه. كابتن دوماني النهارده بنعزي اسره طبعا الكره المصريه النهارده بفي وفاه النجم الكابتن حمدين وعبد الجليل جاليليو، شيخ مدربين الدقهليه ومدير الكره بنادي كيرنس. بنسأل الله العلي القدير أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسأل أهله وأصدقائه وأصحابه وزملائه الصبر والسلوان. طبعا بنعزي نفسنا طبعا قبل كل شيء، بنعزي أهله وبنعزي نادي كيرنس. اتعاملت معاه عن قرب، كنت ماسك نادي كيرنس وكان هو المساند الأول والأخير لنا بعد ربنا، وكان دايما حبه وعشقه لنادي كيرنس كبير جدا. ألف رحمة ونور عليه طبعا. وفقدنا شيخ مدربين الدهلية ورمز كبير من رموز نادي كيرنس، يا رب يرحمه برحمة الواسعة إن شاء الله. معنا يعني زميلنا والناقد الرياضي الكبير الكابتن عبد النبي النادي من الغربية. أهلا بك يا كابتن عبد النبي. أهلا بك كابتن محمد، أسعد الله مساك بكل خير، برحب بحضرتك، برحب بنجمك، نجم الزمالك، نجم المحلة الكابتن عبد اللطيف الدوماني. بقول له وحشني يا دوما. حبيبي يا كابتن، مبروك استاذ محمد على البرنامج الجديد كوره البلد، ويا رب بالفعل هي كوره البلد بقياده محمد عبد النبي، كل يعني داخل كل بيت، داخل كل ملعب، داخل كل مركز شباب. شكرا يا كابتن عبد النبي، ومعلش احنا بنعتذر لكل الساده المراسلين وكل الساده اللي معانا تقرير لهم ما اتذاعتش النهارده. اعزائي المشاهدين الكرام، يعني كان حلقه يعني لطيفه وخفيفه مع نجمنا الكبير الكابتن عبد اللطيف الدوماني نجم منتخب مصر ونادي الزمالك. اسعدنا بكم، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نلتقي على خير دائما كل يوم 4 الساعة 6 مساء في برنامج كرة البلد. بنشكر مخرجنا الرائع الأستاذ وليد، وأيضا بنشكر رئيسة التحرير مارينا جمال، وبنشكر كل قصة العمل في قناة الصحة والجمال، وكل المراسلين والمعلقين والمصورين. بنشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء يوم الأربعاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.